مشاهدينا هنروح دلوقتي لدينا ومعاها مجموعة كبيرة من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا شاذلي، والآن نجي معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب الوطني أعلن قائمة منتخب مصر النهائية للمعسكر المقبل، وضمت 25 لاعبا في حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان، وفي الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومحمد شكري وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه واحمد رمضان، وفي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه واحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفى محمد واحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي. ومن اخبار المنتخب لمنافسات الدوري وفريق سموحه اللي فاز على سيراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين بسد الأسكندرية ضمن الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد فريق سموحة للمركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 في المركز السابع. الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحه حصل على جائزه رجل مباراه فريقه امام سيراميكا بعد اختيار رابطه الانديه المصريه المحترفه، وده بعد تالقه في المباراه. فريق بيراميدز فاز على الداخليه بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم بسد السلام ضمن مباريات الجوله 16 لمسابقه الدوري المصري الممتاز، وبالنتيجه دي احتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطه، وفريق الداخليه المركز الاخير برصيد 9 نقاط فقط. إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الداخلية اللي جمعتهم بسد السلام ضمن مباريات الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز. فريق طلائع الجيش تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 3-3 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين امبارح استعدادا لمباريات الدوري. بعثت منتخب اليد مواليد 2004 وصلت لغانا المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية اللي بتقام في أكرا وهتستمر حتى 22 مارس الجاري، واختار طارق محروس المدير الفني منتخب مصر لكرة اليد 16 لاعبا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية. مريم ومروة الهضيبي لاعبا مصر لتنس الطاولة حققوا ذهبية منافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بغانا، وتمكنت مريم ومروة من الفوز في المباراة النهائية على زوجي التونسي المكون من عبير صلاح وفدوى جارسي بنتيجة 3-1. بسمة رمضان لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال توجت بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 45 كيلو في دورة الألعاب الإفريقية اللي بتستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 حتى 23 من مارس الحالي. ونروح للدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح تعادل مع فريق مانشستر سيتي 1-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالتعادل ده بيتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بينما أحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة. فريق توتنهام فاز على فريق أستون فيلا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي فريق أستون فيلا ظل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، وتوتنهام في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة.
فريق ميلان حقق الفوز على إيموبيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي بيتواجد فريق ميلان في المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد إيموبيلي بالمركز 16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل وراجع لكم مرة تانية نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.